حنايا دابا هذا الاسبوع تقريبا الرابع اللي كنديروا فيه اللي كنا كنديروا فيه وقفات، ما كاين حتى شي استجابه، لذلك الزملاء فكروا في التصعيد، وهذا التصعيد هذا كان اولي هو واحد المسيره من احدى شركه الخطوط الملكيه المغربيه الى عماله الحي الحسني. هاد الناس هادو ما فهمناش حنا واحد الحاجه، شركه الخطوط الملكيه المغربيه ما خداتش بالخطابات ديال صاحب الجلاله اللي انشا صندوق ديال كورونا، ودار بان جميع المقاولات المتضرره من جائحه كورونا كتلجا كتعطي الناس ديالها كدوزهم لاسينيسيس لمده 6 اشهر، يعني لاسينيسيس اللي كتكلف بهم. شركه الخطوط الملكيه المغربيه اختارت اسهل خيار واللي هو دري صغير كيفكر فيه، وهو الفصل يفصلوني الناس نيشان، وحتى هذا الفصل هذا ما احترماتش فيه، التسريع هذا ما احترماتش فيه المشرع المغربي. يعني دابا الخطوط الملكيه المغربيه ما احترمت لا خطابات ديال صاحب الجلاله، لا 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 الرؤيه ديال الحكومه، لا 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 المشرع المغربي. هي جات وقالت لهم انا اعلم منكم كاملين. هاد الناس هادو ما خرج عندنا حتى شي واحد، ما هضر معنا حتى شي واحد من غير حزب الاصاله والمعاصره، هو الوحيد اللي جا وعيط لينا وساندنا وازرنا، هو ولوديتي هما اللي ولاو دابا مأطريننا، في حين ان الاتحاد المغربي للشغل تخلى علينا من الاول، قال لك هادشي كبير علينا من الاول، ما هضرنا ما قلنا له، قال لك هادشي كبير علينا. انا باقا كنعتبر راسي مضيفه لدى الخطوط الملكيه المغربيه. حنا هنا للاسبوع الرابع على التوالي كنحتجوا على وقع طرد تعسفي، اللي نقولوا عليه تعسفي، وخد القناع طرد، خد القناع ديال طرد اقتصادي. هنا باقيين كنستنكروا هذا الشيء اللي طرا لنا مع الخطوط الملكيه المغربيه، لانه باقي ما بغوش يفتحوا معنا باب الحوار، وانهم خرقوا القانون الشغل اللي هو الماده 71 بالضبط. وحنا كنطالبوا انه كان ممكن تكون بزاف ديال الحلول اللي غادي تخلي الشركه ما تجيش على 177 عائله، 177 واحد لقى راسو في الشارع، اللي عندهم دي زونكاجمون، عندهم دي كريدي، عندهم دي ريسبونسابيليتي. وكنشددوا ايضا على دور النقابه اللي هي موصلات الصوت ديالنا، وكانوا بزاف ديال الحوايج اللي كانوا عطيناهم دي بروبوزيسيون اللي يقدروا يتفاداو فيه هذا الطرد وما وصلوهمش. وكان هناك تعتيم كبير، ما خرجوش دي رابور اللي طراو ما بين ممثلي الشركه وممثلي النقابه، ما كانش هناك رابور اوفيسيال. حنا حاليا دابا كنطالبوا بلي رابور اوفيسيال عند النقابه اللي كيقول لك هادشي كيبقى كونفيدونسيال. حنا ما عرفناش علاش غيبقى كونفيدونسيال، مع انه مدونه الشغل كتقول انه هاد الخطابات خاصهم يكونوا معلقين في الشركه اللي غنشوفوا عليهم الاسس اللي تخدات عليهم، علاش تبازاو اكزاكتومون باش يديروا هاد 177 واحد يخرج يجريو عليه، واش على الاقدميه وعلى الحاله الاجتماعيه ولا هذيك الخطابات الاوفيسيال خاصهم يكونوا معلقين في الشركه. دونك حنا باقي لحد الان كنعانيو انه يعطونا غير هذاك الغابور اوفيسيال، ما خديناهش لا عند اطلس ميتي سيرفيس لا عند النقابه، ما خرجوش حتى شي باين استنكاري. وحنا دابا كنحاولوا غير نحلوا باب الحوار، يجلسوا معنا اطلس ميتي سيرفيس ويسمعوا المطالب اللي عندنا، نحيدوا النقابه ونهضروا حنا منا ليهم.